انضم إلينا كذلك رامي عبد الرحمن. اليوم أريد أن أخذك بصفتك الشخصية رامي عبد الرحمن فقط. ما هي أول شيء المعلومات لديك؟ هذا تأخذ فيه جانب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدها نتحدث ما الذي يجري. لا، هي بدأ في مساء الخير. أولا مساء النور، أخبرتك به عندما كنت معك وقلت لك أن الطائرة الساعة 10 ستقل بشار الأسد إلى من مطار دمشق الدولي. كنا في نشرة مساء قبل أن تطلع هذه الطائرة من مطار دمشق الدولي. ما الذي جرى بعدها في المطار؟ اتصلت القيادة بالضباط والعناصر في مطار دمشق الدولي وقالت لهم حرفيا: سقط النظام، اخلعوا ملابسكم واذهبوا إلى العاصمة دمشق. فخلعوا ملابسهم العسكرية وارتدوا الملابس المدنية وذهبوا إلى العاصمة دمشق. أي أن بشار الأسد مثل ما قلت معك وقبلك، كنت في نشرة على الحدث وقبلها العربية، كان لدينا معلومة من الضابط الذي اتصلت فيه، قال أن المعلومات المؤكدة 10 مساء سوف يغادر بشار الأسد سوريا بطائرة خاصة. حقيقة الأمر وهذه المعلومات أبلغت فيها جهات سيادية عربية بأن بشار الأسد وضعه انتهى. لذلك أقول اليوم نحن الآن في العاصمة دمشق. ما الذي يجري؟ هناك أطلاق نار كثيف في العاصمة دمشق. هناك ماهر الأسد أين هو؟ لأن ماهر الأسد هو الذي كان متعنت وكان يرفض أن يخرج بهذه الطائرة. هل هو خرج فعلا من مطار دمشق الدولي أو باتجاه اللاذقية أو باتجاه فارس سوريا؟ لذلك أقول أن المعضلة الأساسية كانت ماهر الأسد الذي نشر القناصة على أسطح المباني في برزة وغيرها. وقبل قليل كان هناك صوت اشتباكات ما بين منطقة كفر سوسة وما بين ضاحية الأسد، وقبلها في دوما بلد صديقي الأستاذ زياد كان هناك المخابرات العسكرية تشتبك مع مقاتلين محليين المقاتلين المصالحة. طيب، السادسة إلا ربع تقريبا الآن في دمشق في سوريا. هذا الوقت هو وقت مبكر، ولكن أغلب من هم في هذا البلد لديهم أعمال وهم يستيقظون. للذين انضموا إلينا الآن مشاهدينا، بشار الأسد غادر دمشق. فقط للذين أتوا الآن لمشاهدة الحدث، بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة، وهناك هدوء في المناطق التي سيطرت عليها إدارة العمليات العسكرية. وصلت إدارة العمليات العسكرية إلى القصر الجمهوري وفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كذلك. إذن هذه الأخبار التي نذكركم فيها للذين انضموا إلينا دائما بأن بشار الأسد غادر العاصمة السورية دمشق إلى وجهة غير معلومة.